ورجعنا لكم مره تانية ولسه مكملين معاكم باقي فقرات انبوكس. ودلوقتي جه ميعادنا مع انبوكس بعد المداوله مع المستشار احمد فوزي حجازي. وطبعا الفقره دي بنرد على كل استفسارات واسئله الساده المشاهدين القانونيه. وطبعا بما ان انه التعديلات الخاصه والاخيره بتسجيل العقارات والشقق في الشهر العقاري كانت مسار جدل وكل الناس كانت بتتكلم عنها الفتره الاخيره، احنا لسه هنكمل كلامنا الفقره دي، وكمان هنرد على كل اسئله الساده المشاهدين اللي جات لنا عبر صفحه انبوكس على الفيسبوك. برحب بحضرتك يا استاذ احمد، منورنا. اهلا بيك. ميرسي يا فندم. ايه الاخبار يا استاذ احمد؟ اهلا الحمد لله. طيب استاذ احمد كده يعني ايه في البدايه على طول، لو حد معاه حكم وعايز يسجله في الشهر العقاري، ما هي الاجراءات الجديده الخاصه بالشهر العقاري الخاصه بالاحكام؟ حاضر. شوف احنا الحلقه اللي فاتت اتكلمنا على التسجيل الرضائي وشرحناه وقلنا تعمل ايه وتاخد توكيل ازاي وقلنا احنا مش بنرد على التعديلات، لا ده احنا المفروض دي الثقافه اللي تبقى عندك. لان بغض النظر عن التعديلات انت لازم تمشي صح وتمشي قانوني، عشان اللخبطه في العقارات هي اللي سببت لنا قانون التصالح وقانون التسجيل لان في عك كتير. العك ده ناشئ مش من كده، جهل الناس بالقانون عمل مشاكل كتير، دي نقطه. القوانين ما كانتش مفعله، نقطه تاني. مجموعه امور. احنا النهارده نيجي نتكلم على الجزء اللي احنا ما لحقناش نكمله الحلقه اللي فاتت، الصحه ونفاذ او الاحكام. طبعا في الفتره دي وقف العمل بالقانون اللي خاص، على فكره تعديل الشهر العقاري كان بينصب على الحته دي بس اللي احنا هنتكلم فيها. يعني ما كانش ليه اي دخل بالتسجيل الرضائي، التسجيل الرضائي زي ما هو على قديمه زي ما بيقول. بنفس اجراءاته على قديمه. اللي تعدل ايه؟ قال لك ايه؟ قال لك المادة 35 دي اللي هي المفروض اتوقف فيها العمل خلاص، فإذا طالما توقف فيها هنرجع للأصل. نرجع للأصل. تمام، هي كانت بتقول إيه؟ إنك أنت مجرد إنك خدت حكم أو أي حق من حقوق نقل الملكية أو تقرير حق على عقار أو على حق عيني أصلي، تمام؟ بتقدر تروح تسجله. بتسجله إزاي؟ عن طريق الموظف شهر عقاري اللي فيه العقار واقع في دائرته، رئيس المكتب، وبيفتح دفتر وبياخد ارقام وبيشهر وخلال شهر الكلام اللي سمعناه ده كله، المفروض الكلام ده وقف. نرجع بقى للاصل. الاصل اللي بتاعنا، ايه بقى الاصل بتاعنا؟ قبل ما نقول الاصل، لان الاصل وتفاصيله 80% لازم يعملها محامي. تمام. احنا هنقولها برضو بس عايزين نشرح بقى. خد بالك احنا دلوقتي الدولة بدأت يبقى لها سيستم، بقى لها شكل، يبقى لها نظام. الأول ما كانش قوي الحكاية دي، فالناس كانت بتستسهل. فأنت النهاردة النظام مريح ومتعب. يعني إيه مريح ومتعب؟ اللي مش هيمشي عليه هيتعب. طيب اللي هيمشي عليه هيلاقيه أسهل من إنك تخالفه على فكرة. طيب إيه اللي يحصل؟ أنت النهاردة يبقى لما تيجي تشتري شقة هتعمل إيه؟ تمام؟ وتبقى عايز تسجلها حكم صحة ونفاذ، تاخد حكم صحة ونفاذ على عقار. من أهم الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها، احنا اتفقنا المرة الحلقة اللي فاتت إن لو أنت اشتريت من الأستاذ أحمد فاروق وخدت منه توكيل، والأستاذ أحمد فاروق مسجل تمام؟ وخدت منه توكيل بالبيع للنفس والغير، هتسجل بدون ما ترجع للمحكمة وتروح وترفع دعوة صحة ونفاذ. ده التسجيل الرضائي اللي احنا متفقين عليه اللي ما حصلش عليه تعديل للمرة الثالثة مذكورة. طيب صحة ونفاذ دي ايه؟ لما الأستاذ أحمد فاروق ما يرضاش يجي معاك. أستاذ أحمد فاروق سافر، أستاذ أحمد فاروق أي حاجة بس مش راضي يجي معاك وأنت ما معكش عنه توكيل. فبيبقى لجأنا لكده، فعشان كده بنقول لازم تاخد توكيل لما تخلص فلوسك. ولازم تاخد حاجة مهمة بقى جدا جدا جدا. لازم تشوف تسلسل الملكية. ليه تسلسل الملكية؟ اتكلمنا عنها برضو الفقرة اللي تسلسل الملكية في صحة ونفاذ، لأنك أنت ممكن تفاجأ ان الارض نفسها لم تشتري تاخد صحه ونفاذ عليها لانها مش مسجله. فانت النهارده بتشتري لازم تشتري بقى بورق كويس، لازم تروح تعجبك شقه تتاكد منها، لان دي ملهاش دخل بالدوله، انت دي دخل بورقك انت بحمايتك انت القانونيه لملكياتك. انا النهارده لازم ابحث في الشيء اللي هشتريه، لو لقيت اصل الشيء مش مسجل انا بقول لك اقف. طيب لقيت اصل الشيء مسجل من حضرتك وانا شاري من الاستاذ احمد فاروق تمام، يبقى لازم استلم العقد بتاع حضرتك اللي اشتريتي اللي اشترى بيه الاستاذ احمد فاروق واللي هيبيع لي.
طيب في قبل حضرتك انت شاريه من واحد اسمه محمد وكان مسجل محمد، يبقى محمد اخد اصل عقد بيع محمد لحضرتك، ومن حضرتك للاستاذ احمد فاروق، ومن الاستاذ احمد فاروق ليا، لاني لما باجي ارفع دعوى صحه ونفاذ لازم قدام القاضي تسلسل الملكيه. تسلسل الملكيه لازم. ويعني ايه تسلسل الملكيه؟ واحد يقول لي ايه، لا ما انا معايا صوره ضوئيه، ما ينفعش القاضي مش هياخد بالصوره الضوئيه، لازم تاخد العقد اللي بايع بيه المالك الاصلي اللي اسمه سجل لسيادتك، ومن سيادتك لاحمد فاروق، ومن احمد فاروق لاحمد فوزي، واخد اصول. تقول لي ده عقده، ده هو عقده يعمل له ايه؟ ما دي مش شقه بقت بتاعتي. حضرتك تحتفظ باصل ورق لشقتي، ما هي خلاص بقت شقتي. وزي ما قلنا متهيألي قبل كده قلنا هنا، قلنا ان كمان ايه، امضي الاستاذ احمد فاروق لو انا بشتري منه امضيه، ان اصول العقود دي قدمت منه هو ليا، يقر كده، يقر انا فلان الفلاني اني اصل العقد هذا قدم مني وتحت معرفتي. ليه؟ ان ممكن يجي يقدم لي العقد اللي من حضرتك وتكون حضرتك مش ماضيه وهو ضارب امضى، انا اللي بقدمه قدام المحكمه ان ندخل في تزويه. فناخد بالنا، ارجوكوا يا جماعه دي فلوسكم وحياتكم وشقه عمركم، نتاكد بقى من الملكيات، لان احنا دلوقتي شفنا الدوله كانت الاول سايبه موضوع التسجيل ما بتسجلش، لانك انت لو ما سجلتش انا ما اعرفش في القانون الجديد هيحصل ايه. هتوقف لك امور كتير، يعني اقل ما فيها زي ما شفنا التجربه اللي فاتت، ما تعرفش ان المرافق، انت لو ما نقلتش مرافق حياتك اتشلت. فنبحث في ورق صح، نشتري ورق صح، ونرفع دعوه صحه ونفاذ. دعوه صحه ونفاذ ايه الفرق بينها وبين التسجيل؟ ايه اللي بتوفره؟ اللي بتوفره رسم نقابه المحامين. يعني في دعوه صحه ونفاذ انت ما بتسعيش ال 1% في نقابه المحامين اللي هم بحد اقصى 25,000 جنيه. تمام؟ طب فيها ميزه تاني؟ لا ما فيهاش ميزه، فيها عيب تاني بقى. عيبها التاني ايه؟ ان بيبقى عليها رسوم قضائيه 7.5% من قيمه العقد. تقول لي يا لهوي، ما دي مشكله. دي مشكله تاني. 7.5% من قيمه رسوم العقد. تمام؟ انا تهمني اقول للناس المعلومات دي ليه؟ اهم من الاجراءات، لان الاجراءات هيعملها المحامي. تمام. تمام؟ طيب 7.5% يعني لو العقد بمليون جنيه 75,000 جنيه رسوم قضائيه عليك. ده رقم كبير. طبعا ده مهم جدا. ده مهم جدا. فغير بقى حاجه في منتهى الرزاله. ممكن تدفعي في التصرفات ضريبه العقود كلها. لو في اكتر من عقد، مش هو في اكتر من بيعه؟ يعني 2.5 في كل عقد. بس احنا لغايه دلوقتي بالتعليمات الصادره الجديده انه يدفعوها البائعين. طيب. يدفعوها البائعين ازاي؟ على فكره ده القانون القديم كان كده، البائع بيدفع. طب كان بيعملوها ازاي؟ برضه عشان نبقى شايفين، انا لما اروح اقدم ورق في الشهر العقاري عشان اسجل شقه، كان الشهر العقاري بيعمل ايه؟ كان عنده نموذج اسمه نموذج 38 ضرايب. يعني ايه النموذج ده؟ يقول ان احمد فوزي باع للاستاذ احمد فاروق الشقه دي، فاروح احصله من احمد فوزي عشان انا البايع، ويبعت للضرايب يقول له احمد فوزي ده باع، جالنا طلب النهارده مقدم من الاستاذ احمد فاروق بيقول ان احمد فوزي باع له الشقه دي ب 100,000 جنيه، فيا ضرايب روح خدها منه. وده الصح. انا الراجل جاي اشتري، اتحملني ليه بالضريبه؟ فده القانون اللي ماشي، واعتقد ان الدوله النهارده هتوقف على هذا الامر، انك انت لما تروح تسجل كمشتري ما تدفعش ضريبه التصرفات العقاريه. الى حين ان يظهر اشعار اخر، يعني انا زي الناس بتابع. ما عنديش لغايه دلوقتي معلومه القانون هيطلع شكله ازاي او هيطلع ازاي، لان اللي بيطلع القانون مجلس الشعب مش احنا. تمام. دي مراحل التسجيل. في حته مهمه جدا نقولها للناس، وانت بتسجل استاذ احمد فاروق لما يجي يسجل، ارجوك يا استاذ احمد فاروق ما تروح تسجل دعوه صحه ونفاذ مباشره. امال ايه؟ تسجل طلب تسجيل رضائي، تقول للمحامي بتاعك ابدأ لي بتسجيل رضائي الى ان نصل، نخلص كل اجراءاتنا الى ان نصل اني اقول لك تعالى يا احمد يا فوزي امضي للاستاذ احمد فاروق، ما تجيش، ما تجيش، اعمل لك انذار اسمه انذار غيبه في الشهر العقاري، واحدد لك ميعاد انك تيجي تسجل في الشهر العقاري، تجي لي يوم كذا تمضي العقد،
وبنبقى مختصمين في هذا الشخص ونروح في الشرع العقاري في اليوم ده اللي احنا محددينه نقعد عند رئيس المكتب تمام مش في مكتبه يعني فعلى على جنب كده تمام ويقعد ينده عليه كل ساعه رئيس المكتب الاستاذ احمد فاروق احمد فوزي جه لا ما جاش لغايه اخر اليوم ما يجيش يثبت ده عنده ساعتها بقى نرفع دعوه ساعتها نعدل طلبنا الى صحه ونفاذ وناخد انذار غايبه ليه الكلام ده عشان لما القاضي يديني صحه ونفاذ ما يحملنيش بال 7.5% مصاريف اللي الاقيهم 75000 150000 حسب الرقم ما يحملها ليش ليه هيحملها هو لان انا التجأت للطريق السليم الاول وبعد كده دي في منتهى الخطوره ورقم بيبقى بيقطع وسط الناس فالرجاء من الناس انها تقول للمحامي بتاعها على حاجه زي دي. طيب احنا معانا رساله ثانيه من شخص بيسال بيقول انا هسجل شقه وعايز اعرف هل هناك شهر عقاري معين؟ يعني هو يسجلها فين اصلا؟ ايوه بالظبط. شوفي اي شقه بتتسجل في الشهر العقاري اللي تابع ليه، يعني انا ساكن في المانيال هسجل في مصر القديمه. تمام؟ المهندسين هنسجل في شهر عقاري الخاص بـ 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 بالعجوزه او الدقي حسب منطقتك. كل منطقه في مصر ليها الشهر العقاري، فانت مكان العقاري اللي انت بتسجله انت بتخضع للمأمورية اللي تابع ليها العقار. يعني ما ينفعش انا مثلا بسجل شقه في مدينه نصر لقيت الشيخ زايد فاضي اروح اسجل في الشيخ زايد. ينفع اعمل توكيل كده. يعني ينفع على فكره ودي معلومه مهمه برضو انا اقدر اعمل توكيل في اي حته مش ضروري بطاقتي. فكره البطاقه دي فكره يعني الموظف عايز يمشي الضغط شويه على المقر نفسه فعايزين يقللوه مثلا بالظبط لكن القانون اعمل في اي شهر عقاري بطاقتي. عارفه يعني عارفه اللي بيسمعنا ده انا دايما احب ادي مثال هو سعادتك النادي مش معمول لو القانون في شهر عقاري انا عضو نادي الصيد مثلا وحضرتك نفس انت ساكنه في الشيخ زايد وانا ساكن في الدقي احنا الاثنين بنروح نعمل فيه صح. يبقى الاصل القانون ما بيمنعش وفي كمان المتنقل دلوقتي شهر عقاري المتنقل بالعربيه يعني ده برضه في تسهيلات كتيره جدا يعني دلوقتي وفي شهر عقاري معمول حديث في سيتي ستار تقريبا بيبقى بتحدد ميعادك وبتروح في 5 دقائق في كومباوند معينه بيبقى فيها شهر عقاري كمان الاونلاين هو اتفتح موضوع الشهر العقاري ولكن يعني ردا على سؤال التسجيل شقه تسجيل شقه لازم في المكان تبع المنطقه الجغرافيه اللي هو فيها بالظبط لكن التوكيلات نقدر نعمله حلو جدا طيب استاذ احمد برضه حد تاني بيقول يعني لو انا شاري من مطور عقاري يعني شاري من شركه شقه ونقلت ملكيه هنا خلاص يعني أوكي. دفعت كل فلوسي والمفروض في عقد بيني وبين بعض كده خلاص الموضوع بقى بتاعي هل هنا يعتبر العقد ده هو خلاص بمثابه ملكيه قانونيه بالنسبه لنا وبالنسبه كمان للدوله حاضر شوف عايز برضو افصص حته للناس العقد اللي بيني وبينك ده اللي كتبناه الابيض اللي بنقول عليه او العقد العرفي او اي مسمى بيطلق عليه كذا مصطلح هو ده عقد الملكيه التسجيل ده هو اثر ناقل للملكيه اثر لنقل الملكيه لكن اللي 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 اللي, اللي سمعنا وبيقول لك ايه الله انتوا قاعدين تخربوا بيوتنا وانا مع والارض مش مسجله ومش هعرف اسجل ضاعت شقتي لا يا سيدي ما ضاعتش شقتك ما تقلقش خير ان شاء الله شقه ما ضاعتش انت انت مش عارف تنقل الملكيه لكن ملكيتك موجوده لان القانون اشترط يا ريت المشرع لما يعدل بقى يعدل الطلبات دي عشان اللي الورق ده مش متاح نقدر نشوف ازاي يسجل الناس دي ما تقعدش كده متعلقه ليه هو واحد تاني يرد عليا يقول لي طب ما تقعد متعلقه ما احنا بعد 15 سنه نعمله دعوه تثبيت ملكيه ماشي طب نفترض ان النهارده لسه شاري شقه بقى لها 3 4 سنين هقعد استنى 12 سنه هنا لو حد شاري مطور عقاري بيدفع تصرفات عقاريه انت شاري من مطور عقاري لا ما تدفعش تصرفات عقاريه مين اللي بيدفع المطور العقاري المطور العقاري بيدفع نسبه اعلى ده ما هو شوف بقى ده دليل على ان الاصل الضريبه دي مربوطه على البايع البايع ده سواء كان احمد فوزي او المطور العقاري احمد فوزي عشان مش نشاطه الخاص بيه بنى وبيع وشراء فبيدفع 2.5% عشان ده تصرف فردي وحيد وعندي تعليق برضه على التصرف الوحيد ده برضه عامل قلق للناس انتوا بتفتحوا حاجات تمام يجي واحد يقول لك ايه هو لو واحد عنده شقه في القاهره وعنده شاليه في الساحل الشمالي يبيعهم الشرع بروح بلاقي بتوع الضرايب يقولوا لي لا ده تصرف تاني ادفع عليه اكتر انا بقى بقول لا ده ما يعتبرش تصرف تاني وتدفع 2.5% على الاثنين على ده او على ده لو البيعه واحده
ولو باع بعد فتره. ليه؟ لان القانون قال ايه؟ عشان اللي هيطلع برضه من بتوع الشرع العقاري يعني يراجعوني. طب قال لك الماده 19، الماده 19 دي يا سيدي بتقول من اعتاد على البيع. الاعتياد يعني ايه؟ يعني دي شغلتي اعتاد. هو انا لو حضرتك شفتني بشرب سيجاره كل شهرين ثلاثة مره، هل هتقدر تصفني بان انا مدخن؟ لا مش لا. مش معتاد. فاذا انا النهارده بعت شقه في الساحل الشمالي، وبعت شقه في العين السخنه، وبعت شقه في القاهره، عملتهم مره الثلاثة مره في السنه، وعملتهم في حياتي ثلاث اربع مرتين. فين الاعتياد على كده؟ فين الاعتياد على كده؟ انا النهارده طب اثبت ازاي؟ مفيش اسباب. ممكن واحد يجي يقول لي انت بعتي كذا وحده او كذا عقار، لا 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 لازم تدفعي 2.5 على كل وحده. شوف يا فندم، ما هو هو بيعملوا ايه بتوع الضرايب؟ انا مش فاهمها جايبينها منين الصراحه. انا شخصيا مش فاهم هم جايبينها منين. حضرتك بعتي شقتك، تيجي تبيعي، حضرتك عندك شقه في القاهره بعتيها وعندك شاليه في الساحل الشمالي، رحت بعتيه، في عيب في الكلام ده؟ يقول لك لا الشاليه الثاني ده عليه 3.7 ما اعرفش ايه، جبتها منين؟ انا عايز واحد يطلع يرد عليا في الشارع العقاري يقول لي جبت منين الكلام ده؟ يقول لك اصله معتاد. معتاد؟ هو انا عندي 3 4 وحدات بعتهم في حياتي كلها ابقى معتاد؟ ده اعتياد؟ لكن تعالي بقى اقول لك امتى الكلام ده يبقى صح وتدفعيه اكتر. لو واحد كل شهرين بتلاقيه بيبدل في شقه، ده مش شغل في القصه. لكن واحد في حياته عمل 3 4 بيعات، فناخد بالنا من النقطه دي جدا، لانها المفروض هي بتدفع 2.5% ضريبه التصرفات العقاريه. نقطه مهمه جدا، كويس ان احنا وضحناها. ويطلع اللي ده في مركز اسمه مركز البحوث في صقر القريش، مركز البحوث الضريبيه في صقر القريش، يطلع يقول له ويقدم شكوى ويقول له المأموريه دي بتطالبني بان انا ادفع. المركز ده عندهم علم وعندهم سلطه انهم يخطروا المأموريه ويقولوا له انت اعتبرته معتاد على اساس ايه؟ طيب احنا لسه مكملين كلامنا، لكن هنطلع لفاصل ونرجع نكمل انبوكس بعد المداوله مع المستشار احمد فوزي. خليكم معانا. ولسه بنكمل بقيه كلامنا مع المستشار احمد فوزي وبعد المداوله. وطبعا الفتره الحاليه كل الناس شغلها الشاغل التعديلات الجديده الخاصه بالشهر العقاري وايه اللي هيتم بالنسبه لنا وبالنسبه كمان طبعا للعقارات. محدش عارف لحد دلوقتي ايه الشكل القانوني الجديد اللي ان شاء الله هيتم مناقشته من خلال مجلس الشعب ان شاء الله في مده يعني خلال عامين طبعا بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طيب استاذ احمد، احنا هنا وقفنا من شويه ان المفروض لو حد عنده حاجتين وجي باعهم في نفس الوقت يدفع عن حاجه واحده بس، المفروض طبقا للقانون اللي هو اللي احنا المعتاد بتاعنا اللي ماشيين عليه، يدفع عن حاجتين 2.5%. بس أيوة. ما يروحش يدفع 3.7 والارقام انا ما اعرفش جابوهم منين. يعني انا بتسال الموضوع ده كتير جدا، انا ما اعرفش جابوا منين. يعني يطلع حد مسؤولي يناقشني بالقانون. معلش يا استاذ، حضرتك بتقول ان هو 2.5 بس، فيش ارقام او نسبه اعلى من كده للتصرف العقاري الواحد او فردي. كان سؤال الاستاذ احمد بيقول ايه المطور العقاري لو انا اشتريت منه ما ادفعش؟ اقول لك لانه وجينا قلنا دي الاصل، انه اللي يدفع المطور العقاري، لان المطور العقاري هنا شركه بتعمل في النشاط فبتتحاسب ضريبيا، بتقدم اقرار اخر السنه وبتتحاسب ضريبيا كارباح. حلوه قوي، خلاص دي دفعت. لكن هو الدوله مش شايفه احمد فوزي كعمل فردي فيروح يدفع 2.5% لانه ده عمله مره او اثنين او ثلاثه مش معتاد علي. طيب لو اتقال له النسبه العاليه اللي هي حضرتك بتقول 3.7 او يقدم ارقام شكوى، يعمل ايه؟ يقدم شكوى ازاي؟ يقدم شكوى في مركز البحوث. مركز البحوث ما البحوث الضريبيه اللي بقول لحضرتك ده في صقر قريش ما نصفهوش. لو المبلغ كبير، يعني ايه كبير؟ يعني انت بتتكلم 2.5% من 500,000 جنيه، يعني 12.5 ادفعهم وامرك لله. او 15,000. ليه بقول كده؟ انك انت لانك انت من حقك ترفع دعوه اسمها براءه ذمه من المبلغ قدام القضاء. ولكن لو المبلغ صغير، ما انت هتروح تدفع لمحامي وتجري هتدفع اكتر من لو المبلغ 10,000 او 15,000. خلاص يعني هنعمل ايه؟ ده قدرنا ان موظف بيدي تخريجه انا مش لاقي لها نص في القانون. تمام. لكن لو انت مبلغ محترم بيع لك حاجه ب 5 6 7 مليون جنيه، فهتلاقي في مبلغ. لا، لو مركز البحوث ده ما نصفهاش، اطلع على المحكمه وارفع دعوه
واطلب براءة ذمتك من هذا المبلغ، حيث ان التقدير اللي زايد على 2.5% ملوش اساس من القانون ولا الصحة. انت من حقك 2.5%، لكن انت تعتبرني النهاردة عشان دي البيعة التانية او البيعة التالتة ليا في حياتي كلها، بعتلي 3-4 مرات ان انا بقيت معتاد. مين عندنا يعني احترامي لحضرتك، يعني مين ممكن ما يبقاش عنده من الناس المرتاحة؟ الناس اللي مش مرتاحة ما يهمهاش هذا الموضوع لانها عندها بيت قاعدة فيه وخلاص. لكن النهاردة واحد النهاردة كان واخد في الساحل الشمالي في مكان واتنقل راح مكان تاني، فباع الشاليه ده وراح باع واحد تاني وبالصدفة باع له حاجة تاني في القاهرة، مش عيب. واحد تاني يقول لي ما يدفع يا اخي، ما هو غني. هو هيدفع، انا ما بقولكش مش هيدفع، هو غني. انت بتحاسبه على انه غني؟ انت يعني ده ربنا رزقه، ما هيدفع النسبة اللي انت قلت عليها القانون. انا ما بقولكش هربه، دفعه 2.5%، لكن تجايب له انت منين 3.7؟ وعلى فكرة هذه النسبة هتمشي على الغني وعلى الفقير. ما الفقير ده لو عنده شقة ب 200,000 جنيه هيدفع عليها النسبة نفس النسبة. فممكن يبقى عايز يبدل يغير، ربنا كرمه وزاد شوية فهيروح ياخد شقة تاني فباع له الشقة وباع شقة تاني. فنطبق يا جماعة القانون. فده قانون يعني اللي انا عارفه، ما اعرفش بقى لو حد بيقول في حاجه غير كده يطلع يكلمني ونتناقش. طيب معانا سؤال تاني بيقول انا عايز استخرج صوره رسميه من عقد مسجل، عايز اعرف هل يجوز لاي شخص الاطلاع والحصول على صوره رسميه من عقد مسجل بالشهر العقاري ولا لا؟ طبعا. انت عارفه لازم نشتغل مع القانون. المواطن العادي انا بنصحه استنبط، استنتج القانون، منطق وعقل. ده اسمه ايه؟ الشهر العقاري، يعني حجه شهر للكفه. من حقك تروح الشهر العقاري تقول انا عايز رقم المسجل رقم كذا 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 20 نسخه منه. طب ده انا مش طرف فيها. وايه هو انت لما تاخد 20 نسخه هتبقى طرف؟ مفيش حاجه، ده بالعكس ده اسمه شهر عشان تعرف. يعني احمد بن فاروق النهارده بيقول لي انا عندي الشقه الفلانيه ووراني صوره، طب انا عايز اتاكد ان هو ده موجود فعلا في الشهر العقاري ولا صوره مضروبه. من حق اروح اطلع 10 نسخ وده بسددت الرسم واخد. بس في نقطه، لازم صاحب العقار يروح؟ لازم، مش لازم. طالما انا قلت له انا عايز المسجل رقم 5000 ما كذا 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 سنه كذا، بس ساعات ما بيطلعش. لا يعني ساعات بيطلع. الجهاز بتاع المدينه نفسها، لا احنا بنتكلم شهر عقاري وده ينفع برضه. هي دي زي دي اعتقد. لا لا، جهاز المدينه حاجه. كويس، انت شوفي احنا بنفتح حاجات للناس. ده بقى طلب نرجو من الساده المسؤولين في المجتمعات العمرانيه، لما يجي لك واحد يقول لك انا عايز اعرف الشقه رقم كذا باسم الاستاذ احمد فاروق. أيوة. ولا لا هو ما بيرضاش. لا بيحصل لا ما بيرضاش. لا لا بيحصل، لا ما بيرضاش يطلع اي معلومات. حصل في الاحياء اللي هي التابعه كمان لمدينه نصر ومصر الجديده، بتروح عادي وتسال على المقر ويقول لك انا ماسك. صدقني كتير ما بترضاش، ما بيرضاش لانه دي سريه معلومات برضه. نريح الدنيا كده، ده بنفسي. خد بالك الشهر العقاري حاجه. أيوة. والمجتمعات حاجه. الشهر العقاري انا بقول لك 100% تاخدي 100 نسخه واصول كله. مجتمعاته العمرانيه تلاقي كتير عشان تبقى فاهم. تمام، يمكن انت ربنا كرمك بواحد موظف كويس. تمام، لكن هتلاقي كتير. ده انا بقول للدوله، يا دوله ايه اللي يعيب في كده؟ يدفع احمد فوزي الرسم اللي الاستعلام وتوريه وتقولي له اه الشقه دي بتاعه الاستاذ احمد فاروق. عشان يا جماعه حتى لما اجي اشتري الشقه واعرف انها فعلا بتاعت الاستاذ احمد فاروق، لكن النهارده واحد جاي يقول لي دي شقتي. ما يمكن ضارب الورق، او يمكن مخالفات. حاجه تضرب الورق او مخالفات وعليها مخالفات. لكن لما تيجي تقول لي اه لا دي الشقه دي فعلا باسم واحد اسمه احمد فاروق، الله ده انا بشتري من واحد اسمه احمد فوزي. يبقى لما اجي بقى اشتري اقول له ايه علاقتك يا استاذ احمد فاروق باحمد فوزي؟ يقول لي ده احمد فوزي بيع لي. طب فين بقى ورق بيع احمد فوزي وتوكيله ونبحث بقى واخد الاصول دي منه؟ عشان يا جماعه يعني الموظف بتاع الجهاز الدولة مفيش ما يمنع قانونك تديله معلومة. انت ده مش سر حرب، ده مش حساب في بنوك. ده ملكيات ومشهرة. تقول له اه المالك هنا فلان، هل ده انقص من ملكية حضرتك حاجة؟ ما انقص منك، بل بالعكس وفر ان ممكن واحد ينصب عليك. بالظبط. فنطالب الدولة برضو في التشريعات التعديلات دي انها تسمح ده، عشان ما تبقاش تحت رحمة موظف يقول وموظف لا. صح. احنا دي مشكلتنا في مصر. انت بتروحي 5 جهات حكوميه كل واحد بيقول حاجه، تطلعي بالست اراء من الخمسه، في راي في جهه تديكي رايين. ما هي بقى الفتره اللي جايه عايزين بقى ايه؟ يبقى في اللي هو اجراء الشباك الموحد، اللي هو ايه نروح مكان نخلص فيه كل حاجه، وان شاء الله ده يعني الى حد ما باذن الله يعني
هيتم تطبيقه ان شاء الله في العاصمه الاداريه الجديده طبعا من خلال بقى يعني نقل يا رب جميع احنا عايزين راحه الناس يعني الموضوع يعني اسهل شويتين ثلاثه يعني, يعني انا شايف ان راحه الناس والمجتمع المصري على سبيل فكره عنده استعداد يدفع بس ياخد خدمه يعني اطلب مني انا هدفع رسوم بس اديني خدمتي وانا مرتاح وعلى فكره انت ممكن تدفع لي ضعف الرسوم مقابل انك تديني خدمه بطريقه سهله مرة واحدة. الموظف اللي موجود في الدولة أرجو من الدولة تعيد فكره واستقباله للراجل وهو داخل عليه اتفرج روح اشوف الشارع العقاري اللي في ست ستار ده شارع العقاري تحسه انه خمس نجوم ناس مبتسمة وناس جميلة وناس يعني عشان بياخد خدمة أغلى شوية بس في ناس عندها استعداد وعلى فكرة الغلبان بقى لما أنا عندي قدرة ان انا ادفع اكتر شوية ما انا هسيب له المكان هفضيله مكاني ما انا الاول لو ما كانش فيه غير المكان اللي انا والغلبان بنروح فيه كنت انا والغلبان بنضغط على بعض فانا الحمد لله دلوقتي خلعت فسيبت للراجل اللي على قده يتعامل مع التوكيل اللي بسعر مخفض فسيبت له المكان فهو ارتاح على فكرة لان انا قلت العدد من المكان ده ورحت للمكان اللي ادفع فيه يعني على فكرة المنظومة كلها متكاملة حتى الغني لو اتعمل له مكان ما هو وسع للفقير مكان وربنا يرزق الجميع طبعا صح بص يعني هي الفتره اللي جايه ان شاء الله هنشوف برضو يعني الشكل بقى الجديد للشارع العقاري زي اللي في الرحاب وزي في المناطق الاخرى برضو اللي هو في سيتي ستارز وخلافه وان شاء الله يكون ده موحد بقى في الجمهوريه ان شاء الله طيب استاذ احمد دلوقتي احنا الفتره اللي فاتت في لخبطه وفي لغط حصل بخصوص التصرفات العقاريه دلوقتي السيد الرئيس أصدر وقال إن هو المفروض يعني هيتم مناقشة القانون ده داخل مجلس الشعب في مدة أو لمدة سنتين. إحنا عايزين نفهم إيه الموضوع بالظبط أو القصة هنا واقفة على إيه؟ هل واقفة على الصحة والنفاذ ولا واقفة على المفروض المرافق يعني الكهرباء والغاز وخلافه ولا في أي إطار بالظبط؟ عشان إحنا برضو عايزين يبقى الموضوع واضح لنا بشكل يعني مبسط. شوف المرافق حصلت في حتتين. موضوع المرافق ده حصل في مكانين في قانون الضريبه على الدخل بتاع التصرفات العقاريه في اخر تعديل ربطه علما انه مربوط من بدري وما تنفذش والدوله كانت سايباه تمام واتربط بتعديل الشهر العقاري الاخير فهو مربوط باثنين حاليا طبقا لتعليمات الدوله اتوقف الربط ده يعني تقدر تدخل مرافق المفروض الكلام ده اللي انا سامعه زي اي مواطن سامعه تمام انك تقدر تدخل مرافقك مش وهنأجل حته ربطها ربط المرافق والخدمات بالضريبه او بالتسجيل لانها الجمله دي اتقالت في قانونين قانون الضريبه على الدخل واتقالت في قانون الشهر العقاري الماده 35 اللي عمل بلبله للناس فاصبحت الحته دي خلاص المفروض مش موجوده تمام طيب ضريبة التصرفات العقارية زي ما اتفقنا هي على البائع فأنت المفروض دلوقتي برضو لما تروح أنا أحمد رايح أسجل شقة بتصرف تمام ما يطالبنيش بها الشهر العقاري هو يبعت بقى للضرائب المفروض. أو يبعت لوزارة المالية المفروض طبقا للي أنا فاهمه من تعليمات رئيس الدولة ورئيس الوزراء ومجلس النواب الفصل لا مش الفصل يقف الموضوع ده ونطبق بعد أي قانون بنوقفه بنرجع للي قبله تمام فنرجع لايه انك انت تروح تعمل نموذج 38 اختار والدوله ما ضاعش عليها حاجه على فكره هترجع بس هترجع للي بعلي مش دافعاني انا فهي هي هي دي النقطه الى ان يطلع التشريع ويغطي بقى كل المشاكل اللي في التسجيل الرضائي واللي نطلع تشريع يتناسب مع مشاكلنا وندرسها وان شاء الله الناس يعني الناس في مجلس النواب في قامات محترمه اكيد يعني شايفه الموضوع كويس واكيد ان شاء الله يبحث وخدوا مده كويسه يبحثوا فيها ان شاء الله طيب معانا رساله تانية بتقول انا معايا توكيل بالبيع للنفس وللغير والموكل توفى هل يجوز استخدام التوكيل بالبيع للنفس او للغير بعد وفاه الموكل طيب شوفي ودي برضو من النصايح اي توكيل خاص ببيع شقه او حاجه او العربيه او 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 نكتب فيه الاصل ان طالما مش مكتوب فيه الجمله اللي هقولها دي يبقى واقف التوكيل تمام الاصل انك تكتب يعتبر التوكيل ساري حتى بعد الوفاه
لو مش مكتوبه فيه يبقى التوكيل واقف. طب الحل التوكيل واقف، الست ما اللي سمعانا دلوقتي او الراجل ممكن يزعل. لا، هترجع على الورثه. ما اعرفش الورثه، دور عليهم. عشان كده من واحنا في برنامجنا ده صوتنا اتنبح على مدار الحلقات اللي فاتت كلها، ارجوك اكتب كذا واعمل كذا. احنا انا بعتبر وانتوا معايا والاداره ان احنا برنامجنا توعيه اكتر منه بنرد على الاسئله. صح. احنا بنرد على الاسئله ومن خلال الاسئله بنوعي الناس. بنوعي الناس. يعني حتى احنا ما كانش اهتمامنا قوي ان احنا نناقش مشاكل الماده 35، احنا بنقول ايه؟ تعالى ناخد منها، نتعلم منها ايه الاخطاء يا جماعه وما نقعش فيها تاني. فانت قدام انك ترفع. هنا بقى بتجيب يا اما الورثه كلهم انت تعرفهم وجبتهم ومضوا لك، هيبقى ده سليم. يا اما ترفع دعوه صح ونفاذ عليهم. تمام. فيبقى من دلوقتي نقول ان احنا ارجوك لما نيجي نبيع نكتب الجمله دي. والجمله دي مسموح بكتابتها. نعتبر التوكيل ساري حتى بعد وفاه اطرافه. تمام. طيب استاذ احمد، يعني يمكن امبارح بالاخص يعني الناس كلها ابتدت تتكلم على موضوع الضريبه العقاريه. والضريبه العقاريه هي موجوده ومتاحه بقى لها فتره كبيره جدا، لكن الناس اتكلمت ان هي المده اقصاها لحد اخر الشهر، لحد اخر مارس. ايه يعملوا ايه؟ ان هو خلاص يعني يتم تقديم الضرائب العقاريه حتى لو كانت القيمه بتاعتك اقل من 2 مليون جنيه او فوق ال 2 مليون جنيه، لازم برضو تقدم اقرار ضريبي. انا عايز بقى نفهم من حضرتك ايه الفكره من موضوع الضرائب العقاريه، وايه الفرق ما بينها وبين التصرفات العقاريه، وكمان بتطبق على مين؟ حاضر. شوف احنا عندنا ثلاث ضرائب شبه بعض قوي. ثلاث ضرائب شبه بعض قوي. 30 مارس ده الاقرار الضريبي اللي انت بتقدمه، ده على جنب، ده كل سنه لو سعادتك مثلا راجل محامي، راجل دكتور، راجل مذيع وعندك مهنه حره وكل المهن الحره يقدموا لغايه 31 مارس، والشركات والكيانات والشخصيات الاعتباريه لغايه 4. تمام. دي سنويا، دي ما فيش فيها تعديل ولا فيش فيها اي حاجه، بس عشان مش عايزين برضو ندوش الناس قوي، والناس كمان السوشيال ميديا قاعده بتلخبط. ما عشان كده بنوضح بقى يعني كمان النسبه بتاعتها طلعت 100 جنيه او 150 جنيه اقل من من المساحات اللي هي المعروفه يعني. هو انت المفروض، انا مش شاطر قوي في شغل المحاسب القانوني، ولكن يعني بجتهد. تمام. انت المفروض لما تقدم الضريبه، ما دي فلوس عليك تحطها في اقرارك الضريبي، انت ما دفعت مجموعه. ضريبه التصرفات العقاريه على فكره انت المفروض تنزلها جوه عشان تتشال منك. ما هو انت برضه لازم تبقى معاك محاسب شاطر. لا لحظه واحده. لا لحظه واحده عشان الحاجات دي لا مهمه قوي يعني. ايه اربط ده كله ببعضه؟ شوف يا فندم، هو انت عندك اقرار ضريبي. انا النهارده مش ده، انا بقدم اقرار الضريبي كفرد في واحد في مارس اخر مارس لضرايب دخلي. ايوه. حلو. انا من جزء من ضرايب دخلي بعت شقه ودفعت 2500 جنيه مثلا، احطها في اقراري عشان تتخصم، عشان تتخصم من الضرايب بتاعت 31 مارس، عشان ما دي كلها ضرايب انا سددتها، دي كلها امور تساعدني في كتابه الاقرار الضريبي وتخفض من عليا الاقرار الضريبي. مهمه برضو النقطه دي. طبعا. دي نقطه. نرجع نقول ايه هم الثلاث انواع للضرايب. انا ما بحبش الضرايب بس اتكلم. محدش بيحب الضرايب استاذ احمد والله يعني، بس هي ايه في الاخر خالص لمصلحه البلد يعني. تمام. في ضريبه اسمها ضريبه التصرفات العقاريه اللي الناس كلها حفظتها. والضرايب العقاريه اللي هي العوايد القديمه، وضريبه الثروه العقاريه. مالناش دعوه بالثروه العقاريه. ليه مالناش دخل؟ احنا نفصصها للناس. لا يعني قصدي دي بتاعت المطورين والنبي اللي بيسمعني انا مش انا اللي حاطط الضرايب دي، انا بشرح بس عشان الناس تقول لك يعني انا كاني انا اللي محصلها. التلات انواع دول ايه هم؟ ضريبه التصرفات العقاريه احنا كلنا خلاص الناس دلوقتي حافظاها كويس قوي. تمام. اللي هي 2.5% اتكلمنا عنها. عظيم. تمام؟ ويجب انها تسدد خلال 30 يوم. برضه دي المعلومه للناس، يعني انا بعت خلال 30 يوم اسددها. ضريبه العوائد بتاعتنا العوائد العاديه خالص، الا انك انت بتدفعها عن كل سنه طبقا للتقدير المأمورية الضرائب، تقول لك الشقه دي بتاعتك تساوي كذا، يبقى عليها ضريبه كده في السنه 200 جنيه 500 جنيه 2000 جنيه حسب اللي ساكن في قصر غير اللي ساكن في شقه. تمام. ضريبه التصرفات العقاريه، ضريبه الثروه العقاريه لو انت مأجر شقه، لو انت مأجر شقه لفرض الشركة بتدفع عليها ضريبة اسمها ضريبة ثروة عقارية. لو انت مأجر شقة
انا مأجر شقة لحضرتك ب 5000 جنيه. مأجرها شقة عادية سكنية، شقة سكني شركة كله. بتظهر قوي في الشركات. يعني انا مأجرها الفرد، الفرد ده اصله ايه مش باين، ما بيبعتش الفواتير بتاعته لحد، لكن شركة بتدفع بتبعت ايصال الاجرة ضمن مصروفها عشان تقلل. السيارة العقارية دي بتاعت الشركات الكبيرة، مش الشركات، شركات وافراد او افراد بس بيأجروا كتير. يعني انا مأجر شقة، مأجر دكان، المالك هو اللي يبعت مش انا، مش انا دي عليك انت كمالك، كمالك كمؤجر. لا كمالك، المؤجر اسمه المالك او المؤجر. احنا بنتكلم على ضريبة الثروة العقارية، الضريبة دي بيدفعها المؤجر اللي بيأجر شقته او بيأجر دكانه او بيأجر حاجة. دي ضريبة بيدفعها هو، ضريبة دي دول ثلاث انواع الضرائب، ضريبة الصرفات العقارية تمام، وفي ضريبة التصرفات العقارية مين اللي معفي منها برضو؟ الثروة العقارية، التصرفات، تصرفات غير الثروة، الثروة في حالة الإيجار تمام، العوائد اللي بتدفع علينا كل سنة. مين المعفي من التصرفات دلوقتي بقى؟ التصرفات العقارية فيها حتة مهمة قوي، واحنا بنتكلم على الإيجار افتكرتها. لما تيجي تأجر شقة قانون جديد بتأجرها أقصى 59 سنة صح؟ ما تأجرش 59 سنة، أخرك 50، لأن بعد الخمسين سنة بيعتبر التصرف ده ضريبة تصرفات عقارية وكأنه بيع وياخد عليك ضريبة. فأخرك في الإيجار حط 50 أرجوك، خلاص دلوقتي الدولة بقت مركزة ونادر أوي حط 50 59. الموضوع بقى ما لو 59 اعتبرك تصرف نوادر يا صاحبي. بص يعني برضه لسه الموضوع مكمل معانا شوية لسه، وكل مرة بيظهر لنا حاجة جديدة بنتكلم فيها، لكن طبعا كالعادة أفدتنا جدا زي اللي العفو. شكرا جدا لحضرتك. شكرا جدا نوران. شكرا يا فاروق. طبعا يا جماعة يعني مش هوصيكم، أي استشارة أي سؤال على طول على صفحتنا على الفيسبوك كمان انستجرام. استنونا إن شاء الله على خير الأسبوع اللي جاي بعد المداولة.